سيفيرودونيتسك آخر معقل للقوات الأوكرانية في لوغانسك. معارك محتدمة من أجل السيطرة على المدينة. تقول وزارة الدفاع الروسية إن جيشها كبد القوات الأوكرانية هناك خسائر فادحة وأجبرها على الانسحاب نحو ليسيتشانسك المجاورة. أما الرواية الأوكرانية التي اعترفت ببعض النجاحات التي حققها الروس فإنها تؤكد أن الجيش الأوكراني يحاول استعادة السيطرة الكاملة على المدينة وأن قتالا ضاريا لا يزال يجري هناك. الرئيس فولوديمير زيلينسكي حمل موسكو وحدها مسؤولية رفض إنهاء الحرب. يمكن للجيش الروسي أن يتوقف عن حرق الكنائس وتدمير المدن وقتل الأطفال إذا أصدر شخص واحد في موسكو مثل هذا الأمر. حقيقة أنه لا يوجد حتى الآن مثل هذا الأمر، هو إهانة للعالم بأسره. رسالة زيلينسكي إلى بوتين يبدو أنها لم تلق صدى مثل سابقاتها. يقول الرئيس الروسي متفاخرا إن قوات الدفاع الجوي لجيش بلاده دمرت العشرات من مواقع الأسلحة الأوكرانية وإنها تهشمها مثل ثمار البندق. وفق بوتين فإن شحنات الأسلحة الأمريكية هدف سهل أيضا لضربات جيشه. في هذا السياق تقول وزارة الدفاع الروسية إن العديد من مراكز القيادة للجيش الأوكراني تم تدميرها خلال الساعات الأخيرة. أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقناها من الجو مركز تدريب مدفعي تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير قاعدة للمرتزقة الأجانب في أوديسا. كذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمروحياتها وهي تطلق صواريخ على مواقع عسكرية للقوات الأوكرانية.